أهلا وسهلا فيكم معي بحلقة جديدة من بس عربي. بحلقة اليوم رح أحكي لكم شو صار بالحلقة الثانية من مسلسل صبايا. حكيت لكم عن المسلسل قبل هيك بهي الحلقة من بس عربي، شوفوه إذا لسه ما شفتوه لسه. إذا لسه ما بتعرفوني، أنا منار، هون بعلم اللهجة الشامية يلي بتنحكى بسوريا، لبنان، الأردن وفلسطين. يلا خلينا نبلش. ميديا في عندها موعد بشركة إنتاج جديدة، بس مو حابة تروح لحالها لأنها مو سمعانة بهي الشركة من قبل، لهيك بتطلب من نور وليلى يروحوا معها. ليلى ما فيها تروح لأنه في عندها جلسة تصوير. عندك تصوير؟ لا، عندي موعد ساعة 2 بشركة إنتاج جديدة، قال إلي دور بيطير العقل. بس هاي شركة جديدة وأنا مو سمعانة فيها، يعني أحسن يكون معي حدا، مو هيك؟ أي معك حق. شو رح تروحي أنت وياها معي؟ حبيبتي والله أنا ما فيني، أنا اليوم عندي جلسة تصوير. نور بدها تروح بس خايفة خطيبة وائل ما يسمح لها تروح لأنه بيغار عليها وبشك بكل شيء. بس مع هيك بتقرر إنها تروح لأنه متأملة إنها تلتقى بشي ممثل مشهور هنيك بشركة الإنتاج. أنا كمان وائل ما حيخليني روح، بتعرفي قديش هو حبيبي بيغار علي، تحديداً إذا عرف إنه أنا بدي روح على شركة إنتاج ولي، والله بجن جنانه. حبيبتي مشوارنا على شركة إنتاج فني مو على كبري. إيه أنا حابة أروح معك، بتعرفي حابة أروح على شركة إنتاج. دخلك في ممثلين؟ لك طبعاً كل ممثلين البلد موجودين. وائل كتير مزودة، يعني مزبوط خطيبك بس كتير بغار عليكي، لا تسمحي له يأسر حياتك. يعني كل مشوارنا ما رح ياخد منا أكتر من ساعة، نروح منجي بدون ما يحس. طيب ماشي، نروح أنا وياكي. لبنى بتعرض إنها تروح مع ميديا، بس ميديا ما بدها تاخد لبنى لأنها بنت ضيعة وبتلبس بطريقة كتير بسيطة، وبرأي ميديا بشركات الإنتاج وبهيك أماكن بدققوا كتير على المظاهر، ومظهر لبنى مو خارج هيك أماكن. إذا بدك أنا لابسة وجاهزة وما عندي شي اليوم، بروح معي. خلص رح روح لحالي، يعني بهيك أماكن كتير بدققوا على المظاهر وإنت يعني معلش. شي بتزعل لبنى من ميديا لأنها حكت معها بطريقة قاسية، بس بعدين ميديا بتحس بالذنب لأنها حكت مع لبنى بهي الطريقة يلي مو لطيفة، وبتعتذر منها وبتقرر تاخدها معها. لا تواخذيني سوبر ستار نجمة خانو، نسيت انه انا ماني قد المقام، عن اذنكم. مو معقول كيف حكيتي معها بطريقة قاسية، كسرتي بخاطرة. والله ما بعرف. طيب انا اللي بصالحة، كنت غليظة مع ماما. ماشي. وهيك راحوا لبنى ونور مع ميديا على شركة الإنتاج، وقعدوا بغرفة الانتظار عم ينتظروا حتى تخلص ميديا المقابلة. هن وعم ينتظروا فجأة بمر قصي خولي، ممثل سوري مشهور. لبنى بتصرخ وبتير عقلها من الفرح لما بتشوفه، ونور بتتلبك هي وعم تحكي معه. كلنا صوت بحرفه. يا مخلوقة شو بك؟ فكرت حالي دعست على رجلي. يا استاذ قصي مرحبا، انا اسمي لبنى، انا بحبك كثير على فكره ومعجبه فيك. اهلين اهلين يا لبنى. وانا اسمي نور. اهلين يا نور، تشرفنا. بيطلبوا انه يتصوروا معه، بس قصي بيقول انه مشغول ولازم يروح، بيأصروا عليه فبيوافق قصي. استاذ قصي الله يوفقك، معلش بس اتصور معك صورة. اي بس انا مشغول شوي الله يخليك يا استاذ قصي، من صورة عم نقلها. الله يوفقك مشاني. طيب يلا تفضل. يلا دي شو عم تستني زورينا؟ لما نور بتطلع موبايلها حتى تصور لبنى وقصي، تتذكر انه موبايلها قديم كتير وما في كاميرا، فلهيك بتقترح انهم يروحوا على محل تصوير قريب بالمنطقة. بالبداية قصي بيقول لا لأنه مشغول وفي عنده تصوير، بس بيأصروا عليه لبنى ونور، وبهيك بيضطر انه يقول ايه. مشكلة انه موبايلي ما في كاميرا. طيب خلص مرة جاي معناتها. لا مشان الله. انا عندي فكرة، شو رأيك في محل هون هيك بشك تروح نتصور سوا؟ الله يخليك مشان الله. بس ما فيها نتأخر كثير. لا لا 5 دقايق. طيب. بيروح معاه هون على اول محل بيلاقوه مسكر، بيرجعوا بيأصروا عليه حتى يروحوا على محل تاني، بيلاقوا محل تاني وبيتصوروا مع قصي. يا الله على هالحظ. انو حظ؟
مسكر المحل. ايش وقتي وين هذا المحل؟ هون بعد 3-4 حارات نتمشى. بس انا والله متاخر عندي. والله ما منأخرك 5 دقائق بس. ما نروح من هي متصور. يلا يلا تفضل تفضل. والله 1-2 ايوه. شكرا كثير. اهلا. لما بترجع نور على البيت بيكون وائل عم يستناها وبيكتشف انها راحت على شركة الانتاج وتصورت مع قصي خولي من دون ما تخبره، فبيزعل منها وبتصير مشكلة وبيتخانقوا. متصورة مع قصي خولي يا نور؟ لا بدي صرخ. عملك بتصرخ. لا بدي صرخ. عم تكذبي علي يا نور، عم تكذبي على وائل. حاششك بقى العمى. هلا احكي لي شو صار بينك وبينه. خبروني بالتعليقات اذا عجبتكم فكرة درس اليوم حتى اعمل دروس اكثر من هذا الشكل. اذا حبيتوا درس اليوم اضغطوا زر الاعجاب وشاركوه مع رفقاتكم يلي عم يتعلموا عربي. إذا حابين تشوفوا دروس أكثر من بس عربي فيكن تشوفوهن هون. إذا حابين تشوفوا دروس باللهجة الشامية فيكن تشوفوهن هون. يلا باي.